حسام حسن وهاني ابو ريده ملف هيمشي ازاي؟ كان في بس كام حاجه عايزين نتكلم فيها، اتكلمت عن موضوع التحكيم وكنت عن كابتن رمضان ما ردناش عليه. اولا بس احنا ان شاء الله باذن الله هنيجي نقعد بعد شهرين ثلاثه ويكون في خبير تحكيم اجنبي. اشمعنى انت بتعمل فيديوهات؟ ما انا كنت تسال وتجاوب. لا انت انا ما ردتش عليها، سالتني فيها ما ردتش عليها. اتفضل بس ما ردناش عشان الوقت. خلينا بعيد عن الفيديوهات. هنيجي بعد شهر، هنيجي بعد شهرين، هنيجي بعد ثلاثه، هيجي خبير تحكيم اجنبي، هنيجي نقعد نفس القعده دي، هنقول ان الحكام غلطوا ضد الاهلي وضد الزمالك. فدايما الحكام هم بيبقوا ايه؟ شماعه. ولكن مستوى التحكيم محتاج تطوير كبير جدا. دي حاجه ما فيهاش كلام، ولكن مش التحكيم هو المشكله خالص. طيب كابتن رمضان وقصه امام عاشور، اعتقد اللي بيعمله بعد كده على الاتحاد. لا براحتي يا براحتي وتفضفض بقى براحتنا، طلع العفريت اللي جواك. كابتن رمضان من ساعه ما جه سياسته واضحه جدا، الراجل ما بيعملش ولا نفسه مش واخد باله. قصه اللي كانت بتحصل قبل كده كانت بتحصل قبل كده، ان هو لعيب يقول كلمه فيتعمل نفسنا مش واخدين بالنا. هو الراجل ما بيعملش كده وما بيتهاونش في القصص دي. اللي بيحصل ده هو ده الصح في اوضه اللبس النادي الاهلي، لان هي كان بقى لها فتره كبيره مفتقده القصه ديت. قصه امام عاشور اعتقد فعلا زي ما قال الشريف الجمهور وجه رساله قويه جدا. خلي بالك قصه امام دي حطتنا قدام ملف مهم بعد كده في عقوبات برضو لازم يبقى يحصل فيها تعديل، وده اللي انا سمعته في النادي الاهلي. انك ممكن تسكت اللاعب، يطلع والده، سكت يطلع اخوه، ابن اخته، يطلع ابن اخته، زي ما بنشوف يطلع المدرب الخاص بتاعه، واحد صاحبه. لا 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 بص يا كابتن، صح كلامك مظبوط، بس احنا الاول بس خلينا في اللعيبه عشان كده العقوبه اتضعفت. ايوه صح، بس خلينا الاول بس في اللعيبه. احنا النهارده اللعيبه دي كانت بتعمل حاجات شبه كده. أيوة هي وحاجات كتير كانت بتعدي. لا مش مشكله، هو كان بيسالني على كابتن رمضان، هو بيسالني على كابتن رمضان عشان كنت اللي بيعمله كابتن رمضان. اللي بيعمله كابتن رمضان هو ده الصح، وهو ده اللي فعلا يعني. حتى لو انت هتخسر لعيبه مهمه في اوقات مهمه، تعالى لي في دي بس في اوقات مهمه، فده امر طبيعي جدا ان هو يحصل دلوقتي. واعتقد ان ده كان المفروض يحصل من فتره ما كانش بيحصل. الجمهور النهارده وجه رساله مهمه جدا لكل اللعيبه، ان مفيش حد هيكون اهم من النادي الاهلي. مهمه الجمهور بقاله فتره، جمهور النادي الاهلي دايما يعني اللعيب اللي يبقى بيكسبه او كويس بالنسبه له بيطلع السما، تمام؟ ممكن ساعات كتير تبقى على حساب النادي. لا الفتره الاخيره الموضوع مش كده. النهارده امام عاشور محدش ينكر ان امام عاشور عنده مكانه كبيره جدا في قلوب جمهور النادي الاهلي، ولكن رغم كده لما حسوا ان الموضوع هيجي على النادي الاهلي ابتدوا لا لازم يكون في تقويم كبير جدا ليه. كابتن حسام وكابتن هاني بوليت، الموقف اللي انا قلت لك عليه موقف خاص، حاله امام دي وقفت الكابتن رمضان، وفي تعديلات في اللائحه فيما يخص الحاجات دي. مظبوط، اللي هو ما يبقاش اي حد يطلع من ناحيته، يعني انت مش هتتكلم ممكن حد تاني يتكلم. صح مظبوط. قصه كابتن هاني ابو ريده وكابتن حسام حسن، على فكره هو اتكلموا خلاص. يعني هما اتكلموا وما كانش هو ما كانش في مشكله، هو في عارف انت ايه ده، ما كانش في مشكله اصلا. لا ما كانش في مشكله بينهم. هما يعني هما كان قال لك ان امام عاشور ليه مكانه في الجمهور، يبقى حسام حسن وانا ابو ريده ما كانش في مشكله. انا عندي حسن وانا ابو ريده ما كانش في مشكله. لا صح، لا فعلا كابتن هاني ابو ريده وكابتن حسام حسن المشكله ما بينهم كانت في النص. نلتزم وصلنا سمحت، كانت في الناس اللي في النص، دي ناس تروح، وده انا شفته بعيني، ناس تروح تقول لكابتن حسام ده كابتن هاني قال عليه كذا، كابتن هاني ابو ريده ناس تروح له تقول له ده كابتن حسام قال عليه كذا. لا لا حصل حاجه، حصل مؤتمر، انا عارف انا جاي لك مؤتمر، اتقال الكلام اللي في المؤتمر. انا عايز وجهه نظرك انت. وجهه نظري في ايه؟ في الموضوع ده. ايوه في ايه؟ يعني الموضوع انتهى، هينتهي، مفيش هو حصل تليفون. والقصه خلصت. ايوه حصل تليفون، الموضوع خلص، مفيش مشكله اصلا. ايوه، وعلى فكره باشمهندس هاني في المؤتمر اتكلم عن الموضوع وقال يا جماعه اللي هيقعد كابتن حسام او هيقعد الجهاز الفني هو نتائج. وعلى فكره ده كلام منطقي، وقال لك ان انا في 2019 ما انا مش بسبب النتائج. صح تمام، ولا هتعامل معاك رئيس اتحاد ومدرب. ايوه طب هو رئيس اتحاد ومدرب. لا لا ما انا فاهم. صح، ما هو الراجل اتكلم على فكره باشمهندس هاني في المؤتمر ده كان حاسم جدا. صح، يعني الراجل اتكلم كلام اللي احنا ما كناش متوقعين ان هو هيقوله بالشكل ده. صح، يعني اتكلم في قصه الحكام وقال بصراحه يعني مش متوقعه ليه كلام طبيعي. لا مش متوقعين ان هو في المؤتمر التقديمي قبل الانتخابات ان هو يكون يعني قال لك. بس اقول لك حاجه، اقول لك حاجه استفدتها النهارده، انت عندك نقطه ضعف في اتحاد الكوره بصفه عامه، مش محتاج تنزل حاجه.